طيب من ضمن الاخبار كمان الهامة، امبارح كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، للاسف غاب عنه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بسبب ان طبعا كان في تحذيرات طبيه وان الطبيب طلب منه ان هو يريح شويه في البيت، يعني لان هو المفروض محتاج 10 ايام راحه. فبالتالي الاجتماع كان من غير الكابتن محمود الخطيب، وكان متواجد طبعا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وكان الحديث في بعض الامور الهامه جدا، ومعنا بعض القرارات اللي خرجت عن هذا الاجتماع. من ضمن القرارات العضوية العامة، هيكون في زيادات في العضوية، واعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارا من أول إبريل، يعني بداية من شهر 4 المقبل. والزيادة هتكون على النحو التالي اللي هقوله لحضراتكم: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500,000 جنيه إلى 750,000 جنيه، ودون المؤهل العالي من 600,000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه. فرع الشيخ زايد المؤهل العالي من 175,000 جنيه إلى 250,000 جنيه، وما دون المؤهل العالي من 250,000 جنيه إلى 400,000 جنيه. فرع التجمع الخامس اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون قريبا، المؤهل العالي من 200,000 جنيه إلى 250,000 جنيه، وما دون المؤهل العالي من 300,000 جنيه إلى 400,000 جنيه. إن شاء الله بإذن الله فرع التجمع الخامس ده هيكون قريب، يعني هيتم العمل فيه يعني بشكل كبير جدا، وده إضافة كبيرة لأفرع النادي الأهلي وبالتحديد لأعضاء النادي الأهلي الموجودين في كل مكان دايما. طيب أيضا من ضمن القرارات تشكيل لجنة برئاسة العمري فاروق نائب الرئيس مع عضوية أستاذ طارق أنديل ومهند مجدي ومحمد الجرحي وأعضاء الإدارة وأعضاء اللي هم أعضاء مجلس إدارة طبعا، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي المشرف على الشؤون. يعني اللجنة دي لبحث ودراسة تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم عرضه على الجمعية العمومية العادية للنادي، والتي تحدد لها يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر إن شاء الله المقبل. قرر كمان مجلس تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الخاصة بتعيين مراقب الحسابات برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، وعضوية محمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي، بجانب طبعا بعض من القرارات الخاصة بالنشاط الرياضي. وفي الحقيقة كلها قرارات هامة جداً.